الجدال. إذن مشاهدي قناة شوف تيفي كنعتذروا على انقطاع البث في المباشر الأول، تقدروا ترجعوا يعني تقريبا المباشر اللي تقطع بدقيقة هذا القول الفقرة الأولى من هذا المباشر. الآن كنحاولوا أننا نكملوا في هذا الموضوع القوي الخاص بالذهب، كيفاش كيتباع والمصدر ديال الذهب منين كيجي، ملي كنتكلموا على بلاكة ديال الذهب سبيكة ديال الذهب كتكون فيها 10 كيلو ولا شحال؟ لا كتكون فيها 2 كيلو 600، كتكون فيها 2 كيلو كتكون كتسمى مطرقة، كتكون هكا طويلة 24 كار يعني طويلة. المهم بغينا نعرفوا المصدر ديال الذهب منين كيجي. هاد الناس اللي كيتاجروا يعني بالاموال ديالهم اللي كنقولوا كيتاجروا، اذا كيسلفوا بليزانتيغي، وهذه بعدا يعاقب عليها في القانون. هادو شادين دي سيكتور في كازا، كل واحد شاد السيكتور ديالو وشاري السيكتور، ما كاينش اللي تيقدر يهضر معاه. انا ما خايفه من حتى شي حد، انا تنهضر باش هاد الشيء يوصل. انت كتقولي انت دابا الان كتقولي بانك لك وعليك وعلى علي. ما بقى كيهمني حتى شي حاجه، انا دوزت مظلومه ودازت ماشي مشكل، ولكن باش انا نبقى نعيش في التهديد لا ما يمكنش، ما بقيتش قادره. هادشي خصو يخرج، خص هادشي تعرف، هادشي خصو كلشي يعرف شنو كاين. الرقم ديال الشكايه قلتي اللي عملتي الرقم ديال الشكايه عطاه لي من بعد ملي جاو تصنتوا لي بالضابطه القضائيه ديال الوكيل الملك، تصنتوا لي من بعد ملي شفت ما كاين والو عاود شكايه. سمعوا ليك في المؤسسه السجنيه؟ سمعوا لي في المؤسسه السجنيه من بعد، انا ملي اكتشفت بانه ما كاين والو يخرجوهم مع الصباح، جاو عندهم مع الصباح وطلقوهم في العشيه وقالوا لهم ما عرفتش حنا راه سلفناها وعطيناها وتيقولوا فيها بوجههم وما كاين والو. اضطريت درت شكايه للوكيل السيد الوكيل العام والسيد في محكمه الاستئناف، وشكايه للوكيل الملك في المحكمه الجزريه. عندي الارقام ديالهم 20124 عطهم لي بشويه 20122، حيت هذه درتها وسط المؤسسه السجنيه نركزوا عليها واعطينا الرقم ديال الشكايه. الوكيل العام 20123 على 2410 على 2022، وديال الوكيل الملك 20102، المهم 21122 و21123 نفس الارقام نفس السيري نفس السعر. جوج شكايات وعيطت لهم ثاني داخل المؤسسه وتيقولوا لي درتي شكايه وكاتبها بخط يدك باش تعرف انهم جابوا الخبر بان قلت لهم ايه كاتبها. اذا الناس واصلين. عيطت الكوافوره قالت لي انت كاتبها بخط يدك اش غتصوري؟ ما غتصوري والو. الناس واصلين؟ اذا بزاف ناس واصلين، ما نقدرش عليهم حيت انا كنعيش في التهديد. انا قبل ما غنطيح يعني عايشه في التهديد ديال غنديروا لك نفعلوا لك، فهمتي؟ انا ما كرهتكش انا تفتحي لي هاد العصابه هادو او هاد المافيا اللي كتاجر في الاموال، لان هادشي لا ربما غيكونوا ناس ضحايا اخرين. قلت لك انا هادشي بغيت يتكشف، غيكونوا ضحايا اخرين. هادو خاص يتم ايقافهم. دازوا معايا ضحايا عند الوكيل الملك في التقديم، تلاقيت مع ناس هما على هادشي قال لك تقهرنا تيتعاملوا مع ناس. هاد الناس علاش ما كيتعاملوش مع لابونك؟ ولا بونك اش غنقول لك، بعد ما تيكون عندك دوك لي زامبي ديالك تيكون فهمتي. كتلقاي واحد خدام في لابونك كيقول لك اجي نديك واحد السمسار، او عاد واحد عدو الفلوس غادي يعطيك لي زامبي. لا بونك داير لمرتو وافا كاش مع شي ثلاثه ديال لي زاجونس مع راسها، هو خدام مع راسو باقي خدام. لا ما بقاش خدام لانه هذا خدام اجون في بنك في منطقه الحي حسني، ديريكتور ريجيونال ساق الخبار بهذا الشيء اللي وقع وخرجهم. يعني صيفط مجرى عليهم. مجرى عليهم معروفين يعني، راه كان هادشي داير بوم واش فهمتيني يعني كانت، ولكن شويه هما يستروه. شحال من واحد دابا انت عندك معاه مشكل اللي عندك اللي عندهم الشيكات ديالك؟ عندي مع هاد الكوافوره، مع هاد واحد اللي تعرفت عليه وسط لاجونس بلا ما نذكر الاسم ديالو، حتى هو كيدير هادشي ديال الفاكتورات. فهمتيني ولد الغنادره كيف تنقولوا دكالي. كاين هاد لاجون ديال لابونك حتى هويا باقي عندو الاوراق ديالي، حتى هو عندو الشيكات ديالك. وعاد هاد اللي قلت لك هاد الذهيبي، وباقي شي ذهيبيه كيتسالوني ماشي ما نكرهمش، تعاملوا معايا فهمتي. يعني انت كتقولي ذهيبيه كيتسالوك؟ كاينين شي ذهيبيه تيتسالوا، اما هادو اللي سكنت عليهم دابا ما كتقدموا لي يد المساعده اللي زعما الله يجعل ربي يسهل عليهم، زعما وقفوا معايا وصبروا معايا يعني تيقول لك سيري حنا ما بقيناش كنتسالو صافي الله يسهل عليك. شوف راه كاين ولاد الناس وكاين ولاد الناس باتجاه اخر. كاينين تيقول لك شوفي حنا ما بقيناش كنتسالو. ما نقولش بانهم حقروك لانك انت امراه، ولو انك انت تبارك الله راك حيت قلت لك في الشيكات ما عندك حتى شي، ما عندك حتى شي حل. بحال واحد ذهيبي انا كنتعامل مع نسيبو ما تنتعاملش معاه هو، وبيني وبين نسيبو 16 مليون هي اللي كيتسالها ليا
كنت انا تشديت عمر واش كنت مخلي عندهم شي خاوي عمرو فيه 90 بخط يدهم. كنت اعطي شحال قلتي كيتسالك؟ كيتسالني غير 16. 16 مليون عمرتي الشيك فيه 90. اعطيتي شيك خاوي؟ كان عنده في المحل شيك خاوي ملي عرفني طحت عمرتي الشيك فيه 90. 90 مليون. من بعد عطاني التنازل خرجت عطيتو 20 بقات 70. وقبلتي بهذاك 90؟ واحد خرج عنده كلين سيبك راه تيتسال غير 16 قال لي لا انا لقيت عنده دي زيفي في المحل وجمعت التوتال ديال الوراق اللي عنده. قلت لي راه كنت كنجي للقيصريه حيت كانت القيصريه في 16 وكنطلع من كازا في 16 كنقول لها كيف حتى كتسدو كنتلاقى انا وهي حتى كتسد القيصريه وحق الله ربي شاهد عليا كنت تسال يوم الدين لا كيتسال 16 راه داك الوراق اللي شتي عنده في المحل راه ديجا مخلص فيهم راه انا كنت كنجيب لي الفلوس والقيصريه مسدوده تيقول لي صافي حتى الغدا تاخذي شي سلعه اخرى وهذه وهذه. في الاخر حسب عليا 90 مليون 20 مليون غير اتعاب المحامي. المحامي اللي غياخذ 20 علاش غياخذها؟ ما كايناش ما كايناش 20 مليون في ملف. انا 70 ولا 90 انا غنخلصها ولكن انا ما مسامحش فيها تنعم الله. المهم تخلصات 20 بقات 70. ديك 70 كانوا فيها دي شيك ديال الوالد ديالي. وقع مشكل الوالد ديالي زير لي في الاخر ولا قال تعطيني الفيلا. عطيني فيلا دوزي ليا الفيلا بفراشها ونتخالصوا فيها. الفيلا بالفراش ديالها بالفراش ديالها دا هكاك هو كيتسال غير 16 مليون كيتسال غير 16 في الاصل با با 70 بعنا الفيلا ب 180 و 6 مليون ديال النوطير خلصها هو 180 حيد منا 70 عطانا 110 ومقطعه عند النوطير كل مره شيك ديال سميتو. من بعد قلت لي شوف هادشي قال لي انا راه ما في هادشي راه فين كتكلمي ليتي دابا راه دابا الدوله هز يديها على الذهب. انا هاد الظلم اللي عشت فيه يعني وصبرت ولكن فهمتي ما بقيتش قادره والله ما بقيتش قادره. انت دابا عندك واحد الخوف انك تقدر ترجعي للسجن في اي لحظه؟ في اي لحظه لان عندهم شيكات اخرين وما كيتسالوش وما خصهم يقول لك هاكي فلان خرجتي هاكي سيري في حالك وهاكي وراقك الله يعاونك صافي حنا كلين لا وما باقي مازال باغي يمصوا لك الدم ما كرهوش ما عرف شنو باغيين عاوتاني. ملي خرجت وما اري خرجتي عطينا اري كيسحبوني انا لا خازنه الفلوس قلت لهم اجيو تحاسبوا معايا الا عندي شي حاجه خازنه. راه تي كيعاقب على القانون راه ممنوع هادشي راه باش نعطيك الفلوس ونقول لك رجع مني بلي زانتيغي وبشيك وكاين سميتو راه هادشي اصلا ممنوع. انا بغيت زعما نكتبش عليك انا كنطالب سيدنا الله يطول في عمره. انا راني اسره شريفه علويه من عندي بالظاهر ديالي بلاكارت ديالي ديال الشرفاء العلويين بجد جدودي يعني من مولاي علي الشريف. انا كنطالب من هذا المنبر ما بغيت والو داكشي اللي مشى ليا غير ياخذوا يبعدوا مني. انا بغيت غير ورقية يعطوني ورقية نعاود حياتي شي غنحاول حياتي ازيرو ما عنديش مشكل. تبداي ازيرو من الاول ما عنديش مشكل نبدا حياتي ازيرو نمشي ندير محل ديالي نقاد اموري ما عنديش المشكل ولكن باش نبقى عايشه في هذا الشيء حيت انا غنبقى بحال خدامه عليهم وما كيتسالوش علاش حيت عندهم شيكات. انا واخا ندير واحد المحل دابا ونبيع ونشري غيبقى يجي عندك المحل هبطي ليا من هاد السلعه عطيني طاطا فهمت يعني غنبقى ديما عايشه. دابا اللي فهمت انا من هاد المباشر انك نسي عندك تخوف انك تهبطي للسجن وكتقولي بان لا بشي خاصني هاد الناس بعدا هما يعني ما خاصنيش ندوزو اصلا علاش كنت قانون الشيكات هو هذا ما عندك ما ديري يعني. ولك راه كنتكلموا على مافيا راه دابا هذيك خلصوا شكين نسيها كنتكلموا على مافيا اللي كيتاجروا بالاموال هذيك الاموال ديالهم المصدر ديالها منين جا اول حاجه. التجاره في الاموال باش بلي زانتيغ هذيك كيعاقب على القانون. ثاني حاجه ثالث حاجه المسؤوليه ديال الدوله في مراقبه الذهب هذا الذهب كيفاش كيوصل ومنين كيجي وكيفاش كتجيب لاك دابا ليك الذهب منين كيجي عطينا لا سورس. ما نكذبش عليك حيت كي كتكلموا على بلاكا كل نهار يوميا سبيك ديال الذهب 10 كيلو 10 كيلو راه باقي عندي لاجوندا اللي كانت بيني وبينو تنقيدو شنو عطاني مع الصباح وشنو عطاني في العشيه وشنو جبت لي وشنو هادي وشنو حتى هو راه مقيد هذا الشيء. انا بقات بيني وبين واحد لا ديفيرونس ولكن انا راه ما خديتهاش داوها لي الناس اللي كانوا كيتعاملوا معايا بلي زانتيري يعني داكشي اللي كندخل انا ديال الفلوس كنعطيهم هما في العشيه كنفرح عليهم هو كنجيب لي عاوتاني الغد داكشي اللي تيعطيوني هما وبقات غاده هاد الدوامه تدور بحال قلت لك هذيك الحلقه حاله زونيه هكا تدور. قلتي بان تاجر ذهب في قيصريه سال منجره وقلتي بان السيده عندها وكاله اللي صرف للصرف فين جات؟ كاينه هنايا تاهي في كازا. ما بغيتيش تعطينا راس الخيط فين كاين؟ نعطيك كل شيء. قلتي كوافوره قلتي هذا واحد الوكيل في بنك. بنك والناس حتى هما صحابو اللي عرف هو اللي عرفني بهم هما اللي تيتعاملوا بهذا الشيء ديال الفلوس كاينين في لاجونس حالين دي كونت ديال لا سوسيتي ديالهم لي كونت بيرسونيل وخدامين بلا ما غنهضر على شي حوايج كيديروهم خطيرين. بحالاش؟
بزاف. لا عاودي لي عطيني كل شيء. شوف هذا الشيء خاص نفضحوا لان هذه مافيا خاصة السجن. اول حاجه كيديروا دي كارت ناسيونال كيديروا الزوائر كيديروا كل شيء خطيرين ما داكشي واعر بزاف. ما كارت ناسيونال كتزور كل شيء كيتزور كيديروا كل شيء وتيخرجوا الطوموبيلات تيخرجوا العجب من اللي سميتو ودوك اللي تيخدموا معاهم عارفين وما داكشي كل شيء مفربك ومعاود وفالسيفي ودي دوكيمون كل شيء هادشي كل شيء كيدخل لا بانك عادي بدون مراقبه كل شيء كياخذ كل شيء ابار الناس قلت لك اللي واصلين ما تيولي تيتعاونوا معاهم ما كي زعما ما بحال قلتي داسرين بهم واحد تيقول لك انا عمي هذا الاخر يقول لك هذا ولكن المصدر ديال الاموال ديالهم راه كنعرفوا بان كاينين تجار ديال المخدرات كيحاولوا انهم يبيضوا الاموال ديالهم تبييض الاموال كتكون بطريقه او باخرى هما راه تقريبا راه كي قلت لك من الدومين ديال الجديده وهذا الشيء اللي وقع دابا ديغنييغمون فهادشي ديال الجديده يعني نفس لونتوراج بيناتهم الملف ديال الحشيش يعني مفجر في مدينة الجديدة المصدر ما نقدرش نقول لك اللي عارفة انني انا راه صافي تقهرت عييت اخويا عييت حيت ما بقاش عندي الجد انا ما مرتاحة مع وليداتي ما مرتاحة في خدمتي ما مرتاحة في حياتي غير اليومية يعني تتبغي تحط راسك غير مع 11 اللي بغيتي تنعسي تليفون سر 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 الو فلوس طاطا اش انت غتعطيني امتى غتجيبي ليا امتى واش فهمت انت غير كوني اكيده بان قناه شوف تي في قناه شوف تي في معروفه عند جميع المغاربه بانها ملي كتشد ملف ما كتطلقش منه بصح حنا ما غاديش نطلقوا منك انا بغيت انا براسي نتحاسب ما عنديش المشكل اذا انت ما بغيتش التحقيق للجميع يكون كلشي من طرف من راسي الفرقه الوطنيه ما عنديش مشكل انا مظلوم وعارفه راسي مظلومه ولكن انا صافي ما بقيتش قادره حيت هاد الناس يعني انا كاينين الناس كنقول لك مدوا لي ايد المساعده الناس اللي مشى لهم رزقهم معايا حقا تيتسالوني و تيقول لك صافي سير اختي حنا مسامحينك سيري حتى توقفي على رجلك اش ملي كنتكلموا على واحد الناس ولا واحد السيده يعني ضربات سماره وتكرفصات وغامرات ها مشى لك كلشي انا جوج المليار سنتيم مشات اربعه طوموبيلات مشاو محل في التوين فيلا راه برافو لك ملي باقا انت بالعقل ديالك هادشي علاش حنا في هاد الدنيا يعني الله سبحانه وتعالى مادام تنفقوا مع الصباح وباقيين حيين راه هادي نعمه من عند الله ما تتهمش الدنيا شي كامل تيقول لك بني وعليه وسير وخليه ولكن ملي ربي تتفيق مع الصباح وانت باقي حي غير دير الخير واش فهمت دير الخير حيت انت ما عارفش راسك واش غادي تبقى ولا ما غتبقاش في هذاك النهار اللي انت فقتي فيه في الصباح علاش انا غنتسوق هادشي اللي مشى عليا ما تيهمنيش راه كلشي الناس تيقولوا لي اللي تعرفوني لونتوراج ديالي تيقول لك ناري احنا تمشي لينا غير 50 درهم فرحنا تسطينا انت هادشي كامل ماشي لك وبقى بعقلك راه كتضحكي وتتخرجي تقول انا ما مسوقاش لهداك الشيء دابا انا اللي بقى فيا هو انني انا دوزت واحد المده وانا مظلومه يعني مشات ليا فيها فلوسي وكملتها بواحد العام ديال الحبس كي قلت لك انا تحكمت بعام وربع شهور كيفاش جاتك الحبس بهذا كيفاش جاك وانت شوف الله ينصر سيدنا شي غنقول لك لان الحبس ما كنت كنا تنقولها وسط الحبس يقول لك الحبس راه طايحه ونوضه ماشي روضه هو الحبس ما واعرش بالعكس كتعرف في فيه داك سميتو انا واحد جامعه الحياه سميتو انيفرسيتي دو في علاش حيت داك شي حوايج كتعلميهم فيه بصح ما تعلمتيهمش على برا كتولي تعرفي كتولي بان ما كاينش الثقه واش فهمتيني اما في التجاره بالاخص الا في التجاره وعاد العلاقات العائليه والاقارب كتقولي لي صافي انا خلصتك ناخذ الشيك ديالي لا انا كنقدر نصيفطهم لك في لا بنك ولا نصيفطهم لك في وفا كاش وكنخلي عندك الشيك انا ما مسوقاش اذا كنتي كتعاملي بالثقه تسولي تلقى عنده الشيكات ديالي تيقول لك اه راه مخلصاني في هادو راه مخلص فيهم ومخليهم وخذيهم واش قلت لك زعما انا كنت واحد الثقه غاده بها يعني عاميه بزاف انا درت اغلاط راني خلصت عليها شنو هي الاغلاط انني اصلا تعاملت بالربا الربا حرام فوالا تعاملتي بالربا والربا حرام اسمح لي لان هذا هو الغلط ولكن الناس اللي تاجروا فيها راه الناس خاصهم المحاسبه وهي دابا تيقول لك فان تبتم فلكم رؤوس اموالكم يعني انت بغيتي كتقول كتساني هضر معايا على اصل الدين اللي جيتي عندي النهار الاول ولا جيت عندك انا وعطيتيه لي ولا شديته من عندك جيت عندك النهار الاول عطيتيني 20 مليون هذاك هو اللي تقول لي اصل الدين بيني وبينك شي حاجه ربحتيها معايا اني تحكتي كتاخذي ديال الكريدي مثلا من عند انا تقريبا كنت كناخذ 300 400 في النهار يوميا 300 مليون يوميا 400 مليون عندي يوميا كيعيطوا لي هما وحق الله ما تنعيط لهم الو فلان دوزي علاش شويه الا خدم عندي البارح شحال خدا في الرباح كياخذ الارباح وراس المال بجوج كيباتوا عنده الا قلنا الرباح شحال كيربح 400 مليون شحال ياخذ في الدرب 40 مليون
400 مليون ياخذ عليها 40 مليون في النهار. في النهار اذا احسن ليه من لابوك يحط فلوسه في لابوك يعاود يشد هذيك 440 ويقول لك ها كيف لهنا 440. اذا من مصلحته انه يخرج الفلوس يعطيهم لك نسي تروجيهم وترجعي ليه الربح ب 40 مليون داخله بارده بارده. وانت من الصباح وانت روك 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 دوري ناس هنا بيع هنا خذ من عند هذا اصدق لهذا اعطي لهذا. الدوامه اللي عشت فيه ما بقيتش قادره. في ديال المحاسبه في هذه الدوله هذه هذا هو المحاسبه عليكم كاملين لانك انت كطالبي بتحقيق من طرف الفرقه الوطنيه تستدعي الجميع. ما بغيتوش يبقى مستور صافي. الخوت كنتمنى انكم تبارطاجيو غا بارطاجيو ديروا هاشتاغ ديروا اي حاجه لان كنتكلموا على مافيا. السيده اليوم جات باش تفجر هذا الملف كتقول عليا وعلى اعدائي اللي حاربوني واللي دمروني. هاد الناس اللي كنتكلموا عليهم هما مافيا كيتاجروا في الاموال. الاموال المصدر ديالها مجهول. كنتكلموا كذلك المصدر ديال الذهب ملي كنتكلموا على السبيكه ديال الذهب كنتكلموا على بلاكه ديال الذهب منين كتجي بشكل يومي منين كتدخل وكيفاش كتصرف. انتم سمعتوا كيفاش كتباع. الى جينا كل واحد نحاسبه من اين لك هدف. فمثلا نتكلموا على هذا الاخ اللي قلتي اللي كان سببك تدخلتي لهذا الملف ديال او هذا المعمعه ديال الذهب التاجر ديال الذهب اللي كاين في قيصريات المنجره. قلتي بانه كان كيجيب لك الذهب بلاكه كتبيعيها كتجيبي ليه الربح. انا بغيت نعرف هذاك الذهب منين كيجي. ما نعرفش نقول لك. انا ما كيتباعش ما كيتباعش في شركه ما كياخذوش من شركه. لا 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 لا, لا. ما كيتباعش في السوق. لا اذا منين؟ الناس كيجيبوا قلت لك عنده حتى المحل هو كيشري بواحد الثمن وكيبيع لي انا بواحد الثمن. انا اللي كنجي كنلقى دوك لي لانغو صابون بحال شكل صابونات. بحال شكل صابونات صغار. عطيني نشوف شي وحده. ما باقي عندي. عطيني الخوت بارطاجيو. انا كنتمنى ان هذا المباشر يوصل لولايه الامن ويوصل السيد الحموشي ويوصل الفرقه الوطنيه يوصل القاضي التحقيق. دابا هادي ذهب. عطيني نشوف انا مزيان. هادي شحال فيها من الجرام هادي؟ هادي فيها 2 كيلو 690 بلاتي. هادي فيها 2 كيلو 690 غرام. هادي فيها 2 كيلو 660 غرام. شحال تساوي الفلوس هادي؟ في هذيك الوقيته شنقول لك حسب كان ديك الساعه ب 404 كان كياخذ هو ب 380 و 380 مليون كيحسب لا 380 درهم للغرام. 380 درهم للغرام. بحال دابا ديك 380 وكيحسبوا لي انا ب 404 يعني كيلو كيحسبوا لي انا ب 40 مليون و 44 مليون. كيلو كيحسبوا لك ب 44 مليون ديال الذهب. فهمت. هو كياخذوا غير 38 مليون. هادشي خطير جدا. الرقم ديال الشكايه غير باش نعاودو نذكرو. الشكايه اللي كنت دايره قلت لك من وسط المؤسسه السجنيه الوكيل العام بلاتي كانت 60000 20123 بلاتي عطيني بشويه 20000 123 123 2410 بلاتي على 2100 400 على 2000 410 بلاتي 410 على 2022 على 2022 وديال الوكيل الملك بالمحكمه الجزريه 20122 على حتى هي 2410 على 2022. اذا هذا الشيء كاين الاول هذه 20123 على 2410 على 2020 هذه الوكيل العام. هذه الوكيل العام بالمحكمه السيناف. والاخرى 20122 على 2410 على 2022 هذه الوكيل الملك بالمحكمه الجزريه. اذا تم استدعائهم الاستماع لهم ولكن ما دار معهم والو. الشكايه ما عرفتش اشنو ما عرفتش اشنو وقع فيها. ما سولتيش؟ ما سولتش لانني كنت داخل المؤسسه ما عرفتش. انا ملي خرجت دابا يلاه بغيت نعرف اشنو وقع فيهم. حتى كيقول لك لا ندفعوا لك نديروا لك نهبطوك نفعلوا لك طاطا. يعني دابا واش دابا ما خلونيش حتى نسارح. باقا ما شفتش حتى عائلتي ما شفتش لوليداتي. يعني انا باقا نفسيتي محطمه. علاش دوزتي كي قلت لك عام وانت ما دايره فيه والو. عام دخلتي سديتي عليك وانت ما دايره والو. كلها دايره علاش ما يبقاش فيا الهوا. نقول دوزت وخرجت ماشي مشكل ما دايره فيه والو. انا عطيت شي كاس ومعترفه ما قلتش انا ما كرهتش. عطيني الاسماء ديالهم غنكشف كي قلت لك انا راه غير. اذا مازال غادي مازال كاين جديد في هذا الموضوع. مازال كاين الحق يعني داكشي خطير ماشي غير جديد. اذا غادي نديرو حلقات ضروري. لا ماشي ما غنحبش لانني ما نقدرش نحبسو. شي خاصو حل. انا كنطالب كي قلت لك سيدنا يعني انا كنطلب يا ربي ينقص لي من عمري ويزيد لي في عمر سيدنا لانني ما نكذبش عليك لا لي خطي يعني هنا في هذه البلاد
وكان طالب يعني بالحموشي بالفرقه الماليه الفرقه كل شيء انهم يديروا معايا بحث في هذا الشيء. انا بغيت نرتاح حيت ما يمكنش انا نبقى كل ساعه على شيك داخله خارجه يعطوني التنازل كنطلب فيهم عارف الراس ما تيتسالوش وغير نوض يدفعوا تبقى تطلبي فيهم عارفك عطيني التنازل صافي دوزي ثاني 48 ساعه خرجي من التقديم. انت دخلتي السجن ولا امتى خرجتي السجن؟ دخلت لي في الشهر السيمانه اللي قبل رمضان ديال 2022. ما عندكش تاريخ الخروج ولا الدخول؟ انا دخلت في لو 27/3/2022. الاسم ديالك؟ مريم بدال. مريم بدال. مريم بدال. وخرجت المؤسسه السجنيه عكاشه. وخرجت كي قلت لك 6 من نورمالمون خصني نخرج في هذا الشهر في لو 25 شهر 7 استافدت من عفو ملكي درت كيف قلت لك طلب في رمضان فاش يلا بغيت في رمضان ديال هذا العام ديال 2023 كسبت الطلب استافدت انا واحد النزيله معايا كسبناه في لو ميم جور واستافدت انا وياها منه والحمد لله يعني كي قلت لك عاش الملك يعني فرحنا لاننا كنا ناعسين وحق الله ما عارفينش راسنا واش غنخرجوا ولا غنستافدوا من شي حاجه حتى كتغوت علينا الاخت ديالنا المضافه مسكينه مريم فاقي مريم يعني ماشي 8 ونص مع 9 الصباح كتقول لي نوضي رجلك. ومع ذلك مازال كتعيشي في الرعب لان في اي لحظه شخص من الاشخاص غادي يدفع لك الشيكات ديالك. انت دابا انا تنهضر معاك راني مهدده يعني انت قلت لي قبل ما نبدا هذا المباشر قلتي بغيت نعمل هذا المباشر نفضح هذا الواقع قبل ما يتم توقيفي من جديد من طرف رجال الامن. بغيت انا يعني نفضح هذا الشيء. هذا الشيء امتى غادي تفضح الى هاد الناس اللي كيشاهدونا الان المشاهدين اللي كيشاهدونا الان ولا اللي غادي يشاهدونا من بعد انهم هما اللي يتكلفوا بايصال المعاناه ديالك من طرف هذه المافيا اللي متحكمه فيك متحكمه في الحياه ديالك متحكمه في المصير ديالك بارطاجيو الخوت تقهرت ما بقيتش انا جالسه قلت لك حتى مرتاحه مثلا غير مع وليداتي ما جالساش مرتاحه لواحد الدرجه ما تصورش يعني انا ناعسه ولات في ديك الفوبيا ديال الخوف ديال انني هذا الشيء باش كنحلم باش تلقى الموضوع ديالي النهار كله انا جالسه معاك اللي فهمت من هذا الشيء كامل هو ان الناس استفدوا منك وانت في الاخير الرزق اللي كان عندك كلشي مشى منهم التاجر ديال دوزت الحبس على فلوسي ما دوزتش انا الحبس على فلوس الناس واحد قلتي دار معمل ديال الذهب داروا في لابيريود اللي انايا طايحه وكلشي الناس عرفوه في السوق تيقول لك انت فلوس يلاه دانت الفلوس اللي كان كياكل معاها واللي كانت تخدم لي وين تشري تاخذ من عنده 10 كيلو تجيب لي فلوس راه هي بانت منين كيجيب الذهب راه اشوف هادشي راه فيه الحبس رانا والله مكرت زعما انا راه ما فهمتش انا كيفاش كيتم استدعاء ناس متهمين بتهم ثقيله جدا واجيبوا لي منين كيجيب هذا الذهب منين هذا الذهب انا بغيت نعرف هذا الذهب منين كيجيبو واش كيتسرق من المناجم ولا كيتذوب الذهب مشفور ولا كيدخل من خارج المغرب لا صحاب الفلوس منين جايبين هاد الفلوس اللي كتلقاهم يوميا قلت لك مع لا بونك 9 ديال الصباح تفرقات واحد المليار هادي يفرقها واحد حسن علي صبار هاد المافيا منين جاهم الشيك ديالك هاد المافيا كتاجر يعني بحال دابا هاد الاخت عندها مشكل في لابونك عندها مشكل في لابونك واحد لاجون كاين في لابونك كيخدم مع هاد المافيا قال لها كنعرف ناس عندهم الفلوس من 100 ل 500 ل 600 مليون عطاو لك في النهار الفوكال ديالو شنو فيه؟ فيه تيقول ليه فلان راه نشوف ماشي مشكل عطيني تيقول ليه فلان لان ما ذكرش الاسم ما كاينش مشكل لا هو سما الاسم ديالو غير اسم ماشي كنيه لا اسم ماشي مشكل فلان هذيك خيتي واش جابت لك شي حاجه ديال الفلوس لا هو يقول ليه هادشي راه خطير انا كنتمنى انكم تبارطاجيو نتمنى ان يكون تحقيق معمق من طرف الفرقه الوطنيه السلام عليكم هشام بخير اخويا هاني صحه عمر هذيك السيده شنو عطيتيها ديال الفلوس خلصات داكشي ما غادي مزيان ولا لا شوف إذا بغات تاخذ شي حاجة علمني حيت باش أنا عندي كوميسيون معاها فهمت دابا إلا بغات شي حاجة إلا بغاتي زعما شي فلوس علمني يعطيهم لك ساهو باش تروجي لي وترجعي لي قال ليه إلا بغات شي حاجة علمني عليه هو باش ياخذ دي كوميسيون على ظهري فهمتي أبار هو المنسيد اللي غيعطيني الفلوس سمعتيني هذا باغي ياخذ كوميسيون هذا لاجون حيت هو اللي عرفني به فهمت هو اللي كان بغيت السمسيره قال لي زعما الا عطيتيها شي حاجه علمني وليت علمني باش انا ها هو قال لي حيت هي الا ما علمتينيش هي راه باغا تضمصني وهذا الشيء عداك مرون انا كنتمنى هنا هادو هما المواضيع اللي كنحاول انني ما بقاش عندي شي حاجه غنخسرها انا خسرت كل شيء انا كنتمنى ان هذا الموضوع انا هادشي خصو يتفضح باش انا نبقى انا عايشه في هذا لو ستريس بوحدي
وهما عايشين حياتهم بخير وضربوا فلوس على ظهري ودايرين مشاريع مع راسهم، واللي دار المحل دار، واللي دارت ابارتمون دارتها، واللي دار فلوس خدام بها دابا في لابونك، وتقول لك ديتي ليا. اشنو ديت لك؟ راه انت اللي باين عليك راك خدام على راسك، ملي انا طايحه وانت خدام، انا مشدوده وانت خدام، منين جاتك هاد الفلوس؟ هي اللي كنتي كتصور معايا، انت تشاري ابارتمون منين جاتك؟ كنتي كوافور عندك صالون، واش عند والديك ما فحالهمش؟ منين جاتك؟ منين درتيها؟ راه جات المحاسبه، راه منين جاتك؟ راه نقولوا شوف بات نقولوا بهاد الكلمه الزمر كامل غادي يهبط. هبط انا تا جبت بغيت محاسبين عندي شي حاجه واخده في هذيك لا بيريود، ولا شاريه الوالد ديالي شي حاجه بسميتهم، ولا كاتبه بسميت ولادي، ولا دايره شي حاجه. واحد السيد اسماعيل امزيل قالك تحيه لك اختي على الاعتراف. انا ما بقات كتهمني حتى شي حاجه، انا درت غلط معترفه به، خلصت. شنو هو الغلط اللي درت؟ انني عصيت الله، دخلت في الريبة، هذا هو الغلط اللي درت. ما ماشي درت غلط مع هاد الناس، انا كنطلب ربي يسمح لي على الريبة، هذا هو الغلط اللي درت في هاد الريبة. ها هو شنو فين خرجاتني، ضربت لي كلشي. راه حتى هادو كتخرج فيهم؟ لا ما خرجاش فيهم يا لا لا غادي تخرج والله ما خارجه فيهم، غادي تخرج. اسمعي شوف شوف ما نقولوش الكلمة، غادي تخرج، لان الريبة وبالاخص ان في الريبه اللي تعاملوا معك بها واللي تعاملتي بها معاهم خطيره وخطيره جدا. انا نعطيك انا 400 مليون ترجع لي ب 440 مليون، 40 مليون رباح يوميا. ماشي كان كيعطيني واحد 400، هما كانوا واحد الفئه ديال الناس. دابا انت شحال المشكله عندك مع خمسه ولا سته ولا شحال من واحد؟ نقول لك واحد الغلط اللي درته انني ما كانوش كيعرفوا بعضياتهم، شديت هذا عرفتوا على هذا، هذه عرفت على هذا، في الاخر هما اتفقوا فهمتيني، قالوا هذه باغا دير لينا مشكل كلينا مع 10 باش نهبطوها، عندنا ما نديرو بها دابا صافي، ديما بقات صالحه لينا، خدمنا بها كيف تنقولوا، روجوا بك الفلوس، روجوا بيا. علاش؟ حيت انا عندي واحد الحرفه ديالي، كنمشي نجيب سلعه نبيع ليهم، نبيع ونعطيهم فلوس. سميتو الغلط اللي درت، هما ما كانوش كيقول لك كيعرفوا بعضياتهم، مي انا عرفتهم على بعضياتهم. ناضت هاد دخيتي الكوافوره بدات كتحرش فيهم كاملين، ملي طحت انا لا ما تعطيوهاش التنازلات، راه غتخرج غتشكي بكم، راه غتخرج غتهبطكم، راه غتخرج غدير بكم، اسمعوا ليا. وبصح هادشي اللي وقع ملي طحت، واحد ما بغى يعطوني التنازلات، تيهضروا معايا تنعيط لهم في التليفون انايا نعطيك التنازل، واخا صبري شويه، واخا هادي، واخا واش فهمتيني. يعني هاد الغلط اللي درت مساوي يعني... احمد اختي ربي معاك، بصح هادشي خاصو يتفضح. راه كيف قلت، راه نتوما اللي غادي تكبروا هاد الملف بالبارطاج ديالكم، بالبارطاج ديالكم باش كتوصل للمسؤولين الامنيين من اجل التحقيق، لان كل شيء خاصو يتشد بما فيهم تنتي. ما عنديش المشكل انا، شوف كنقول لك تنتي دخلي معاهم، لان غيكون تحقيق، خاصو يكون تحقيق من ا ل ز كيفاش وعلاش. ما عنديش المشكل، انا قلت لك يتحاسب. عاد نتكلموا، عاد نتكلموا في هذاك الموضوع ديال من اين لك هذا، وفين هو الضرائب، فين هي الدوله. انا هاد الناس ديت ليهم شي حاجه، انا مظلومه، انا ضحيه ديال هاد الناس كاملين، انا استغلوني يعني نصبوا عليا، نصبوا عليا. علاش نصبوا عليا؟ حيت انا استغلوني، عرفوني انا جي بيزوان يعني د لارجون، انا ديما خاصني لو بيزوان. علاش؟ حيت انا بايعه بالخطيه وعاطيه كنت الربح ومنسلعه كيتساني، سي نورمال كنعاود نرجع ناخد من عندك نتايا لا سورس ديال الفلوس باش نمشي نسكت مثلا المنسلعه باش يعاود يعطيني عاود ثاني، ملي غيعاود يعطيني كنعاود ثاني نبيعها. انت كنقول لك صبر تنبيعها بشويه، لا بغيت فلوسي دابا تجيبهم لينا. كما كديري معانا كتجيبها في النهار، تجيبها في النهار كطر خلانه تمشي. الفاسي اورورا نوها قال لك لا يمكن فتح هذا، لان هذه الملفات يكون فيها مسؤولين كبار ولا يتركون اثرا وراءهم. شوف وعاش الملك ما غاديش يخلي هذا الشيء وما غاديش يتسكت على هذا الشيء. سعيد قال لك علاش اختي ملي تشديتي في الاول ما فضحتيهمش؟ باش غتشدي انت وسط المؤسسه السجنيه مع من غتهضري؟ ولو في المؤسسه السجنيه قمتي بشكايه، ولكن الشكايه في الاخر سمعوا لهم وما كان حتى شي حاجه. ملي قلت لك سمعت بانهم عيطت لشي وحدين تيقولوا لي راه جاوا لهم وهادي وهادي، ملي جيت نشوف قالت لي مالكاش غتصوري، واحد اخر تاهو هضرت معاه قال لي واش غت عرفتي علاش؟ عرفتي علاش؟ ودابا غير البارح واش عرفتي علاش؟ غير واحد فيهم وعندهم فلوس. اسمع لي، غير واحد فيهم البارح قال لي وانت مالك يا القناه اللي انت باغا تمشي تهضري فيها نوريك فين كاينه، اش غتصوري؟ ما عندك ما تصوري. ايوا نشوفوا. قلت لي واشوف انا ما عندي ما نصورها، والمساج بيني وبينك انا كنقول لك بان هذا الملف الا عطيتنا الموافقه هذا الملف نواكبوك فيه. هذا الملف انا علاش جيت؟ انا مازال مازال صحافه اخرى حق بلاتي 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 غير باش نذكر عافاك ما تقاطعينيش. يعني كنشكروا الزميله الصباح جريده الصباح اللي التفتت لهذا الملف وكانت سباقه كذلك انها تكلم في عالم او مافيا الذهب اللي كيتاجروا فيه في المغرب او في المحلات التجاريه الخاصه ببيع الذهب.
كيفاش كيجي، كيفاش كيتباع، وشكون اللي كيدخلهم، وفين هي الضرائب اللي خاصها تستافد منها الدوله، لان الدوله كتقطع لينا الضريبه، كتقطع الواحد مسكين اساس. هادو ما هادو فين هما الضرائب اللي كتقولي لي 40 مليون في النار كتدخل، فين هما الضرائب ديالهم؟ تفهم هادو راه دي سوسيتي يعني ما كاينينش، وهميين يعني، تا حالين على لي كونت بونكير وخدامين بالفلوس، كيبيعوا لك الفلوس، هما تيقول لك فاكتوره، ما هي تيسميوها تيبيعوا لك الفلوس. هذا هو المصطلح اللي خاصو يكون، تيبيع لك الفلوس. هذيك الفاكتوره اللي كيهضر عليها هو ما كيديكلاري حتى شي حاجه لي زامبو، غتلقى حتى ورقه ما عندهم على زامبو. راه هادشي علاش قلت لك، لا جاو يديروا المحاسبه وتيدوز الشركه. اش كيدير؟ كيدوزها لشي سميه بواحد لاكارت ناسيونال معوده، يعني وسيله خليفات صغير وفيها احتيال. تبقاي الدوله قلبي على فلان فرتلان شكون هو الدوله ملي كتبغي شي حاجه. اي متفقه معاك، ولكن شوف اش غادي يلقى، غادي يلقى كلشي الوراق فوق، ما كاين حتى شي حاجه اللي. وفينا هما المسؤولين الامنيين؟ فينا هما بالنسبه للمسؤولين الامنيين؟ ما عندهمش علم على هذا الشيء. كان درت شكايه، درت شكايه، اي درت شكايه، ولكن هذا الشيء اللي كنهضر فيه دابا غير تحركوا المسؤولين الامنيين. انا متفقه معك، راك درت شكايه. انا درت شكايه، علاش ما تحركوش فيها؟ ايوا حنا انا الشيء اللي بغيت نعرف، راه هادشي اللي قلت لك انا، لان الناس هادو عندهم شكايه. انا جاب الله ملي كنت في المؤسسه خديت الارقام ديال هاد الشكايات، بقاو عندي، عطاوهم لي في المؤسسه، قالت لي ها هما راه صيفطناهم. صافي استمعوا ليهم، باي باي، سيروا تسكوا الناس والله يعاون. هادو اللي استمعوا ليهم الاول ديال قلت لك دابا انا ركز معايا، انا ملي دزت عند الوكيل الملك وغيعطيني الاعتقال، عطاني قال لي عطيني الاسماء ديال هاد الناس، عطيته الاسماء ديال هاد الناس. داز شي 15 يوم وانا وسط المؤسسه السجنيه، جاو عندي قلت لك قلت لهم شكون نتوما، كيسحب لي شي شيكات اخرين دفعوا لي. قال لي لا، حنا الشرطه القضائيه ديال الوكيل الملك راه عطيتي واحد السميات، حنا دابا جبنا لي دوسي ديالهم، مشينا للحي الحسني جبنا لي دوسي، مشينا للولايه جبنا لي دوسي ديالهم، هادو هما السميات اللي عطيتي، هما هادو كتبوا بيدهم المعلومات كامله اللي عطيتهم. قال لي حنا هادشي غادي نتبعوا المسطره ديالو. فعلا رجعوا لي دوسي للولايه، والدوسي اللي رجع لحي الحسني راه رجع بتاريخ 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 يكون في لو موا دو ماي ديال 2022. اها، في لو موا دو ماي رجعوا ليهم، تكون لو موا دو ماي ولا لو موا دافريل. انا الملف ديالك حاجه وحده اللي نقدر نوعدك فيها، هو ان ملي غادي نساليو هذا مباشر، غادي نرسلوا هاد اللايف للمسؤولين الامنيين، غادي يوصل مباشره للوالي امن مدينه الدار البيضاء. هذا هو الوعد اللي نقدر نوعدك فيه الان. بلادنا فيها الامن وناس تيخدموا. غادي تكون مباشره يعني للسيد الوردي والي امن مدينه الدار البيضاء، لان كنتكلموا على واحد الملف خطير وخطير جدا. التهديد في اي لحظه تحت ليا شاك، في اي لحظه انا عاود ثاني هابطه، ما عبقاش عندي في اي لحظه غدا نقدروا نتصلوا بك ما نلقاوكش. في اي لحظه انا غنبقى انا هابطه عاود ثاني. السلام عليكم، عافاك، عطيني التنازل، الله يرحم الوالدين، هاكي التنازل، خرجي عاود ثاني، واري لنا شويه الفلوس، واري يعني انا غنبقى حياتي كامله خدامه على هاد الناس، وخدمت عليهم تقريبا هادي عامين وطالعه ثلاث سنين. راه بارك هذاك الشيء اللي الفاسي قال لك، اوصيك اختي الكريمه باتخاذ كل حيطه خارج البيت من كل واحد. ما عندكش تخوف انت منهم ولا انت كتقولي؟ هذا الشيء راه كنعيش فيه، راه هما تيقولوا لي هكا، راه ما عنديش مكالمات. كتقولي ما بقى عندي ما نزيد نخسر. تيقول لك راه حنا نديروا لك نفعلوا لك نديروا لك، اش بقى؟ ما جوج المليار مشات، فيلا مشات، ما كيهمنيش والله، ما تيهمني. ما كتكلميش على الفلوس انت. انا هذا الشيء والله ما تيهمني، انا اللي تيهمني بغيت نعيش غير بسلام. ولات عندي واحد الفوبيا، ولا عندي واحد التخوف من يعني انا واحد جوج ثلاثه فهمتي غادي نهبط. انا ما بقيتش قادره على هذا الشيء، وانا ما دايره والو، كون عاديره. علاش؟ حيت نتا شاد عليا شاك، ما هذا قانون يعني بالزمن اللي غنهبط، ما عندي ما نديروش فهمتيني. هادشي ما بقيتش قادره عليه، اما هادشي اللي مشى ما تيهمنيش، ما عنديش مشكل، غنبدا ازيرو، ما عنديش مشكل. صافي صغيره الحمد لله، نبدا ازيرو ما تيهمنيش والله، ما تيهمني هادشي اللي مشى وداكشي اللي خداو، ما كيهمنيش. انا غير بعدو مني، يعطيوني ورقيه ويقول لي فلانه هاكي. دابا راه حنا فاتحين الملف. انا وليت معروف على صعيد الكوميساريات، ما كاينش اللي ما تيعرفنيش، عارفيني وعارفين دايرين عليا البحث، عارفيني اشنو كنسوى. تيقول لك كتبقي فينا يعني انسانه، درنا عليك التحريات، درنا عليك، ما ماشي شي وحده اللي بصح نصابه ولا كتدي الناس ولا طحتي في واحد ولاد الحرام بهلكا. تيقول لك ما ولا كيقول لك يد عصابه مافيا. هما صراحه تيقول لك ديري شكايات، اجي تعاوني معانا، اجي تعاوني معنا، ديري لنا شكايات، انت ضحيه، باش حنا غنخرجوا لهاد الناس ولا باش غنديروا؟ كلام معقول، ولكن راه ما تيخليونيش شنو ديبروتيو ليا الاخرين، ما تيسمعوني غندير بهم شي حاجه شنو ديبروتيو ليا لا شك. حيت انا الا مشيت وانا روشيرشي ودرت شكايه، غنمشي غيقول لك بعدا انت اجي انت روشيرشي عندنا على واحد
الشتات دابا انت دابا انت حاليا ملي درت هذا المباشر كتنتظري ربما ان شي واحد فيهم يدفع شيك. قلتي بان جن نعمل هذا المباشر نفضح هذا الزمر كامل، انا ذاك كتبقى المساله عند رجال الامن، كل واحد والضمير ديالو. الضمير ديالو يعني، وانا راه كنقول لك مظلومه، حيت انا باش تعاود تدفع شي شيك ونعاود نتشد بيه ما نكذبش عليك، راه ما يمكنش، راه ما يمكنش. وهادو اللي عندهم الوجه يدفعوا شي حاجه بعدا، اصلا الا عندهم الوجه بعدا يدفعوا شي حاجه. هادشي راه خطير. عرفتي هاد الملف عندك انت والواعر من هادشي كامل؟ انا كنت مشيت لتركيا جلست فيها 4 شهور. يمكن راه كنت اتصلت. اعطيني الارتيكل ديال الصباح الله يخليك، بغيت نقرا على المشاهدين اللي كيشاهدونا الان. كنتمنى انكم تبارطاجيو، لان هاد المواضيع وهاد العصابات هما اللي خاصنا نفضحوهم، هاد العصابات هما اللي خاصنا نحاربوهم، هاد العصابات خاصنا نضغطوا على رجال الامن من اجل انهم يفتحوا ملف خاص. نتكلموا على شركه وهميه للقروض بفوائد، هذا الارتيكل ديال جريده الصباح. تاجر الذهب فضحت مخططاتهم بتواطؤ مع بنكيين وملايير تروج بفواتير مفبركه، هذا هو العنوان ديال الارتيكل. نتكلموا على الارتيكل الان. فضحت تاجر الذهب البيضاء نشط شبكه يتزعمها اثرياء متخصصين في القروض بفوائد وبفواتير مفبركه. جندت في خدمتها بنكيين لجلب زبناء لهم، هذه كتسمى اصلا خيانه، هذه كتسمى خيانه للمؤسسات البنكيه. بعضهم يملك شركات في حاجه الى المال لتمويل مشاريعهم، كيتكلموا الكنسي، قبل ان يجدوا انفسهم في دوامه من الابتزاز اليومي، وغالبا ما تنتهي بهم الامر بفقدان جميع ممتلكاتهم واعتقالهم بتهمه اصدار شيكات دون رصيد. هذا الشيء كينطبق على الحاله ديالك. ورغم فضح تاجرة الذهب نشاط الشبكة خلال تقديمها أمام النيابة العامة بالمحكمة الزجرية بتهمة إصدار شيكات دون رصيد، رغم استفادة أفراد الشبكة من أرباح تتجاوز المليارين خلال تعاملها معهم وفتح تحقيق في القضية واستدعاء المتورطين، إلا أن الصمت ظل سيد الموقف. ووجدت تاجرة الذهب نفسها عرضة للتهديدات جديدة من قبل أفراد الشبكة بعد مغادرتها السجن بعفو ملكي عبر تقديم شيكات لها أمام القضاء. صارت مهددة بالاعتقال مرة أخرى رغم أن خصومها حازوا جميع ممتلكاتها وعقاراتها، من بينها محل تجاري بتوي سنتر، بحجة استيفاء الديون التي عليها. وكشفت الضحية في الشكاية إلى الوكيل العام للملك بمحكمة استئناف بالدار البيضاء، وأخرى لوكيل الملك بالمحكمة الزجرية، عن طرق التحايل التي يلجأ إليها أفراد الشبكة واستغلال أموال مصدرها مجهول، هذا اللي تكلمنا عليه، في منح قروض بفوائد بتواطؤ مع بنكيين، بداية بتأسيس شركات نشاطها الوحيد إصدار الفواتير لإضافة الشرعية على القروض أو على القرض عبر التمويه أنه نتيجة معاملة تجارية. واستفادت دابا ديك الفلوس اللي كتدخل الأرباح بأنهم كيتاجروا وبأن دوك الأرباح ديالهم صافية وهي كتدخل بطريقة غير قانونية. واستفادت الضحية من قرض بفوائد بقيمة 50 مليون مقابل تحرير 3 شيكات تحمل جميعها قيمة الدين، وحررت لها فاتورة مفبركة بين شركتها لبيع الذهب وأخرى في مجال البناء، وأجبرت على تسديد قيمته يوميا إلى حدود 5 ملايين توضع في حساب بنكي بالاستعانة بالفواتير المشبوهة للإدعاء أنها عملية قانونية. وبعد استفادتها من القرض وجدت التاجرة نفسها في دوامة من الابتزاز اليومي، سيما بعد أن أجبرتها الشبكة على اقتراض أرباحهم اليومية من الدين الذي عليها، لتجد نفسها في النهاية عاجزة عن تسديد وتفقد كل شيء وموضوع متابعة قضائية. وتعود تفاصيل القضية عندما قررت الضحية العمل في القطاع الذهب، إذ كانت تتسلم من تاجر شهير بقصرية المنجرة بمدينة الدار البيضاء 10 كيلوغرامات من السبائك يوميا، الله الله، مجهولة المصدر لبيعها. كنتكلموا على مجهولة المصدر لبيعها لتجار وصناع. وبعد أن نجحت في تجارتها الجديدة وتزايد عدد زبنائها، أسست شركة متخصصة في القطاع
وقررت الحصول على قرض، فاقترح عليها بنكي لقاء مالك لشركة سيقدم لها تسهيلات مغرية، فاتفقت معه على قرض بقيمة 50 مليون مقابل 3 شيكات بالقيمة نفسها ضمانة، مع تسديد أقساط بقيمة 5 ملايين يوميا. 5 مليون كتدخل يوميا، 50 مليون تزيد لك منها 5 تيعطيك 5. التزمت التاجرة بهذه الشروط لتجد نفسها ضحية استغلال، إذ أن جميع أرباحها في تجارة الذهب تسددها لفائدة القرض لتفاقم الوضع، بعد تهديدها بدفع شيكاتها على القضاء في حال إعلان تمردها، إذ اضطرت لبيع منتوجاتها الذهبية بثمن أقل لتسديد الدين، إلى أن صارت مفلسة بسبب الابتزاز اليومي، لتفقد محلها لبيع الذهب وفيلا استفاد منها مزودها بالحلي بثمن بخس، وينتهي بها وينتهي بها الأم مدانة بسنة حبسا بتهمة إصدار شيكات دون رصيد. حيت قلت لك داها هكاك هذيك الفيلا، داها هكاك فراشها تيتسال فيها غير 16 وداها هكاك. إذا غادي نكتفي ربما بهذا القدر ونخليو، أنا كي قلت لك ما عنديش مشكل يبدا التحقيق، نخليو الجديد بالنسبة للأسماء ديالهم نكشف عليهم، كاين شي حوايج أخرى غنكشف عليها. غتكشفي فيها عندنا هنا؟ ضروري عندكم. اذا الحلقه الثانيه ان شاء الله ما غاديش ما نقدرش نحبس. اذا مشاهدي قناه شوف تي في، الان الكره بين يديكم انتم، اللي خاصكم تبارطاجيو باش الملف المعقد اللي فيه مافيا وفيه عصابه، فيه ذهب مجهول المصدر، فيه اموال مجهوله كذلك المصدر. انا بغيت كلمه اخيره. مرحبا. يعني انا بغيت نتهنى من هذا الشيء، انا كنطلب سيدنا، يعني كنترجى في هذه اللحظه، لاني قلت لك انا شريفه علويه بالطابع ديالي بلاكارت ديالي، يعني الدم ديالي علوي، ما بغيت والو، بغيت غير نتهنى. يعني هو يعني كنترجى باش يدير لي حل لهذا الشيء. الحل هناك مؤسسات في الدوله، مؤسسه القضاء ومؤسسه امنيه، يجب فتح تحقيق مع الجميع كاملين تحطوا وبدا التحقيق من عاوتاني ندخل الحبس على فلوسي اللي مشات وفرقتها، ونعاود ثاني نبقى شد خرج ما يمكنش. بغيت حل، يعني بعدوا مني خلوني نبدا حياتي، بغيت نبداها ازيرو كما كونت راسي، غنعاود نكون راسي، ما عنديش مشكل. اذا مشاهدي قناه شوف تي في، كنتمنى انكم تبارطاجيو، ولكن واحد الحلقه الاولى دازت يعني في المباشر السابق، تقدروا ملي ينتهي هذا المباشر ترجعوا للمباشر الاول وتسمعوا البداية ديال هذا الملف، لأن كيف قلت في تاجر ديال ذهب معروف في قصريس المنجرة. الآن دابا ربما إلى وصل هذا المباشر كل واحد غادي يبدا يسول صاحبه، لا كيشوف فيه واحد شوفه واش انت ولا أنا. كنتكلموا على وكالة ديال الصرف، وكالة الصرف بيرو تشونج، كنتكلموا على كوافورة، كنتكلموا على ناس كيشتغلوا بشركات وهمية في مجال البناء، وكنتكلموا على بنكيين كيقوموا بالسمسرة، وهذه كتسمى خيانة أول حاجة. فغادي نوصل لنهاية المباشر، نتمنى لكل خير إن شاء الله، ونتمنى أن هذا المشكل يتحل في أقرب الوقت حبيا أو قضائيا، وأنا أتمنى قضائيا لأن هادو خاصهم يطيحوا. هذه الشبكة أنا ما بقيتش باغي الحبي، هذه الشبكة أنا خرجت حبي بغيتو معاهم، خرجت لهم عطوني ورقية، درت عليهم واحد واحد عطوني ورقية. كوافور هذيك كانت سمعت صوتي في التليفون بلوكاتني، راه صيفطت ليها الناس ما بغاوش. اذا كيف قلت انا كنتمنى اما حبيا اما قضائيا، انا غادي نوصل لنهايه المباشر. كيف قلت لكم كاين هذا الجزء وكاين واحد الجزء سابق تقدروا تشاهدوه، ومازال غادي نتبعوا هذا الملف لانه غادي يكون ملف السنه ان شاء الله، وغادي نبقاو ريتما يتم يعني متابعه هاد المافيا اللي كتحكم في مصير الناس بما فيهم انت. فغادي نتمنى كل التوفيق ان شاء الله. بارطاجيو الخوت الكل، بارطاجي باش المباشر يوصل للسيد الحموشي المدير العام للامن الوطني، يوصل للشرطه القضائيه، يوصل لولايه الامن، يوصل للجميع، لان هذا ملف خاص يكون فيه الحبيب بيس الناس اللي قاموا. انا عرفت انا الناس اللي واقفين معاهم، هاد الناس اللي كيستروا عليهم، انا بغيتهم كلشي يتفضح. حتى حنا غادي نعرفوا كلشي. كلشي يتفضح ما نكذبش عليك. حنا ملي كنشدوا ملف
باقي نطلقوش كنشدوه بيدنا وبسناننا احنا ماشي انت دابا انت احنا معك في هذا الملف. تبارك الله عليكم ونهاركم مبارك.